أطلق حزب حماة الوطن بمحافظة أسيوط أولى جلسات الحوار الوطني استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور جميع الأطياف ورجال الدين وممثلي الهيئات والمؤسسات المجتمعية. هذا وقد شدد الحزب على دعمه لجميع القضايا التي تعلي من قيمة الوطن وتخدم أبنائه، معلنا البدء في العمل على جميع المحاور والملفات الخاصة بالحوار الوطني لفتح مسارات للتفاعل المجتمعي حول كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تستهدف بناء الجمهورية الجديدة. وقد تناول الحوار البحث العلمي والتعليم والنهوض بالزراعة وتكافؤ الفرص وإنشاء المصانع وغيرها من الموضوعات التي تمس المواطن. سعدنا النهاردة في استضافة حزب حماة الوطن في إدارتهم للحوار الوطني، إن ما تم إن الدولة المصرية عملته خلال الثمان سنوات اللي فاتت من مشاريع قومية في محافظة أسيوط تجاوز مقداره 110 مليار جنيه مصري. مشاريع كلها خدمت على محافظة أسيوط ووظفت شباب وخلقت فرص شباب، فرص عمل للشباب والأهالينا في المحافظة وكل المهن كلها. تناولنا موضوعات عديدة ومنها التعليم والبحث العلمي، وكان يعني الوضع ان هو البحث العلمي كان بينادوا جميع الحضور ان هو طبعا لازم يكون يهدف الى يعني يواكب الصناعة ويواكب طلبات الصناعة وارتباط الصناعة بالتعليم ومتطلبات السوق، وان احنا ازاي نطلع منتج يتناسب مع الصناعه. النهارده كان عندنا اول جلسه من جلسات الحوار الوطني بالنسبه للقضايا المجتمعيه. النهارده ناقشنا قضيه التعليم والبحث العلمي، والحقيقه شارك عدد كبير من الساده الضيوف واعضاء الحزب وطرحوا اهم الاشكاليات اللي بتواجه التعليم والبحث العلمي، وانتهينا الى مجموعه كبيره من التوصيات على راسها فكرة الاهتمام بالتعليم الفني وتلبيته لاحتياجات السوق. سيادة الرئيس فعلا دعا إلى خلق مساحات مشتركة من الحوار وإلى يعني الجمع بين كل طوائف الشعب، لا يوجد استثناء لأي أحد، الجميع مدعو للحوار.